الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا،
واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.